أهلا بكم. خبر كالصاعقة وحدث اهتز له الجبال. استشهد اليوم الخميس فقيد الوطن عبد الكريم المداني في معركة ذات الصواري بعد أن أثخن في العدو، حيث تصدى لكتيبة كاملة مكونة من 3 جنود اشتبك معهم لمدة 10 ساعات و7 دقائق و4 ثوان. وكان الشهيد قد أعد خطة محكمة، قتل ما يقارب 40 فردا من أجل تحقيق البند الأول منها، ثم ارتقى شهيدا بعدهم وسيتم دفنه في روضة الشهداء. في ذات السياق استشهد ما يقارب 250 جندي في الساحل الغربي وفي تعز. مراسلنا يرصد مشاعر الناس حول الموضوع الأهم والأبرز، مقتل المداني واستشهاده، في الاستطلاع التالي. أعزائنا المشاهدين، في هذا الاستطلاع ومن هذه المنطقة نستطلع آراء شريحة من المجتمع في هذا المصاب الجلل، في فقدان الشهيد يوسف المداني. ما رأيكم في هذا هذا المصاب الجلل؟ في البداية أقول لكل من يحب الإسلام أن 5 دقائق أش الفاتحة والضالين أعيدها أعيدها لطالبي. أقول أننا في هذا المصاب الجلل فقدنا فقيد الوطن وفقيد الإسلام. أنا أقول أنه فقيد الإسلام، فقيد الإسلام الذي فقده أكثر الناس، أكثر الناس فقدوه، لم يعرفوا بقيمته إلا بعد أن فقدوه. أكثر الأسر التي كانت شوية ولدي أكثر الأسر التي كانت تأتي لعندنا، يعني فتفاجأوا أنه كان يتصلهم بعض المواد الغذائية، واكتشفوا بعد موت المداني أنه هو الذي كان. وأكثر ما كان في الجبهات، هو الذي كان في الجبهات كان منتصرا عظيما، وكان جبارا شديدا، وكان إذا كرفر وإذا هرجر وإذا استنفر هنهر، وكان من أكثر من رسم الخطط العسكرية للدفاع عن هذا الوطن. وكان شوية ولدي، وكان زملائه لا يستطيعون أن يدبروا أي شيء إلا بوجوده. كان أبا وأخا وابنا، وحتى أننا فقدناه ولم نعرفه نحن، حتى في مدينة الحديدة يتكلموا عنه، في مدينة عدن، حتى في اسطنبول، اسطنبول ما له داخل باسطنبول، في كل منطقة يتكلموا عنه، في كل منطقة، في إيران، في أمريكا، في الأرجنتين. كان وإيش أقول لكم، كان من أكبر وأفضل الناس الذين تعرفتهم التاريخ. هذا المداني الذي أسس حركة لا نعرفها للآن إيش الحركة، ولكنها موجودة. كان أبو الحركات، وكان أقول لا يسعنا في هذا المجال إلا نحن نسعنا. اللهم اجعل مثواه الجنة، واجعل مثواه يا أرحم الراحمين في الصديقين والأنبياء والشهداء، واجعله يا أرحم. وأنت تعلمون أنه من أفضل من رأيتهم في العلم، كان طالبا للعلم ولم يتوانى دقيقة واحدة في طلب العلم، كان من أشد المعجبين بالعلم. الله يرحمه، الله يرحمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإشراف مباشر ودعم سخي من سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، تم افتتاح اليوم روضة العمود لجميع أنواع الموتى شمال العاصمة صنعاء. وتمتاز هذه المقبرة بأنها الأكبر والأوسع على مستوى الوطن العربي. هذا وقد صرح مصدر مسؤول أن إنشاء هذه المقبرة تأتي من الحاجة الملحة بعد أن اكتظت كل مقابر العاصمة بالشهداء والقتلى. وفي تصريح خاص أكدت وزارة الترفيه بحكومة أنصار الله بأن هناك توسعات وخطط ومشاريع مشابهة ستفتتح في كل المحافظات وبأرقى المواصفات العالمية. مراسلنا والتفاصيل. أعزائنا المشاهدين، في هذا الاستطلاع وفي هذا اليوم الأغر، هذا اليوم الحافل بالانتصارات وبالسرور، نستطلع عدد من آراء هذا الحي المجاور لهذا الافتتاح والكبير، في أكبر افتتاح لمقبرة العمودي. وهي هذه المقبرة يعني
توسع لجميع أنواع الموتى. نستطلع هذا الرأي مع عدد من الجوار، كيف رأيكم في هذا الانصار؟ في البداية أشكر سيدي وتاج راسي سيدي ومولاي عبد البلد بدرالدين الحوثي، أشكرها شكرا جزيلا على هذه المشاريع العملاقة. الآن والآن فقط ألجمت أفواه المتربصين والمرتزقة والمعاندين والمستكبرين الذين يقولون لا مشاريع لا أنصار الله. هذا الافتتاح لمن؟ هذه المقابر لمن؟ هذه القناديل تسقط لمن؟ هذا القتال، هذا الدماء، هذا أنت النور، أنت الرأس الكبير. أنا أشكرك، أقبل قدميك. ما هذه الإنجازات؟ فليخرس المبطلون، فليخرس الصامتون المرتزقون المرتجفتون كل الصعيد وأفغانستان والبلاغوتر، فليذهبوا إلى الجحيم. كان الناس يشكون يقولون أن أنصار الله يأخذون الناس ويرموهم إلى الشعاب والجبال، لا يردون الجثث. أقول لكم الآن ائتوا بأولادكم وأبنائكم وأحفادكم إلينا فقط، سنغسلهم، سنكويهم، سنردهم إليكم في الصناديق، سنفتتح لهم المقابر 5 نجوم الذي فيها كل شيء، الذي فيها المكيفات وكل حاجة. يجب، أنا أقول للسيد عبد الملك بدر الدين الدحوذي، أن تفتتح في كل المحافظات قبور مرفهة، دع الناس يموتوا براحتهم، دع الناس يقتلوا، دع الناس يدمروا. إنها الحياة السعيدة، اللقاء في الآخرة، اللقاء في الجنة، لا وجود للحياة هنا. يجب أن نفرح، يجب أن نسعد. كما رأيتم أعزائي المشاهدين هذه المرحلة العظيمة لهذا الإنصار وهذا الموضوع. شكرا للسيد، شكرا للسيد، شكرا للسيد، شكرا للسيد. أقيم اليوم في صعدة احتفال فني وخطابي كبير بمناسبة الذكرى 35 لختان سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي. يأتي ذلك تحت شعار عيدك وعيدي يوم ختان سيدي. هذا وقد ألقيت الكلمات والقصائد والأناشيد والأهازيج الفرائحية المعبرة عن الامتنان لهذا اليوم العظيم الذي قطع فيه دابر الشر والفتنة. مراسلنا لا يوجد تقرير لهذا الخبر. نشكركم على حسن الاستماع، في أمان الله.